السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة على قناة يلا زراعة. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن ميكانيكية التسميد وعن العناصر الكبرى الثلاثة الرئيسية اللي هي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. في حلقة النهاردة هنتكلم عن عنصرين لا يقل أهمية عن النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وهما عنصر الكالسيوم وعنصر المغنيسيوم. الكالسيوم بيسمى أسمنت النبات، هو المسؤول عن القوة، هو مسؤول عن المتانة، لأنه بيترسب داخل جذر الخلايا بتاعت النبات وبيقويها، يعني هيقوي لنا الجدار خلايا الورقة، وبالتالي الفطر مش هيقدر بسهولة ان هو يخترقها ويسبب اصابات فطرية، وكمان الحشرات الثاقبة المصة مش هتقدر بسهولة انها تخترقها وتسبب مشاكل. ده من ناحية. من الناحية التانية ان هو هيقوي حامل الزهرة، سواء في نباتات الزينة، سواء في نباتات المثمرة الاشجار، سواء في نباتات الخضار المثمرة، هيقوي حامل الزهرة، يبقى هيمنع أو هيقلل من تساقط الأزهار، وفي نفس الوقت هو بيساعد على عملية العقد، إن الزهرة تقعد تمسك يعني كده بالبلدي. فالمهم جدا إن احنا نعرف إن عنصر الكالسيوم ده عنصر بطيء الحركة أو يكاد يكون معدوم الحركة، سواء حركته في التربة أو حركته داخل عصارة النبات. اللي بيأثر على حركته في التربة اللي هو نسبة البي اتش، يعني هو بيحب البي اتش يكون معتدل شوية مايل للحامضية، إنما البي اتش القلوي بيتمسك في التربة وما بيتحركش نهائي. حركته داخل النبات تكاد تكون معدومة، يعني ما بيتنقلش من الأوراق المسنة إلى الأوراق الحديثة، لذلك نقص عنصر الكالسيوم بيظهر دايما في الأوراق الحديثة. تبص تلاقي القمة النامية بتاعت النبات قفلت والورق بتاعها بقى مشوه وحوافه محروقة وشكله مش طبيعي. تمام، طب ازاي اضيفه طالما انه حركته بطيئة وطالما انه سهل جدا انه يتمسك في التربة؟ ازاي اضيفه؟ هضيفه رش على الأوراق، ممكن في صورة نترات الكالسيوم، هيكون في مرحلة عمرية مبكرة من عمر النبات وهيكون في دفعات متتالية. والأفضل من نترات الكالسيوم هو في صورة الكالسيوم بورون، لأن البورون بيزيد من امتصاص الكالسيوم، وفي نفس الوقت لما بيترش الكالسيوم بورون على الأوراق بتكون الاستفادة منه سريعة جدا. يبقى عرفنا عنصر الكالسيوم، عرفنا حركته، عرفنا فايدته، عرفنا طريقة إضافته. نيجي لعنصر المغنيسيوم. المغنيسيوم كمان عنصر مهم جدا للنبات. المغنيسيوم في صورة رئيسية هو مسؤول عن تكوين الكلوروفيل داخل أوراق النبات. وطبعا احنا عارفين أهمية الكلوروفيل، إنه هو بيتعرض لأشعة الشمس بيكون البروتينات ويكون وبيشجع النبات على العمليات الحيوية والكلام ده كله. يبقى المغنيسيوم بيشجع تكوين الكلوروفيل وبيحافظ لي على أوراق النبات خضرة وتقدر تستفاد من أشعة الشمس بشكل جيد ومباشر. طيب أعراض نقصه إيه؟ أعراض نقصه بتبدأ في الأوراق السفلية على صورة اصفرار الورقة، لكن العروق بتفضل خضرة زي ما هي. دي أعراض نقص المغنيسيوم. والمغنيسيوم هو عنصر حركته متوسطة، يعني لا هو بطيء ولا هو سريع، ممكن يضاف عن طريق الري عادي بيتحرك، طبعا برضو مع الحفاظ على أن التربة تكون مايلة للحامضية وليست قلوية. كده يبقى اتكلمنا عن جميع العناصر،
فاضل بس عندنا العناصر الصغرى، نتكلم عليها إن شاء الله في الحلقة الجاية، وبالتوفيق إن شاء الله. ورجاء عمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد ينزل، وأي استفسارات حضراتكم تفضلوا اكتبوها في التعليقات. شكراً.